لما راح للخروج الأمريكي العسكري في الخارج وتحدث يعني في نقاط مختلفة بقى فيتنام وغيره، وبدأ يربط ده مع الحرب الباردة والتفاصيل دي كلها، هو هنا كان بيصنع المبرر للدولة الأمريكية في أي خروج وغزو عسكري بالنسبة للشعب الأمريكي، واللي كان بيلفت نظر السياسة الأمريكية القادمة أنه لابد من البحث عن الخروج العسكري والصدام العسكري حتى يستقر الحكم. هو كان محرضي على انك انت تخرج امريكا، هو كان بيرى ان بقاء امريكا داخل حدودها ضعف ليها، وان مصالحها الاقتصاديه ومصالحها السياسيه والاستراتيجيه تروح تامنها بنفسها هي بالضبط، ان الوجود الامريكي خارج الاراضي الامريكيه هي اكثر نفعا واكثر فائده واكثر قوه للولايات المتحده الامريكيه. واذا تقوقعت داخل نفسها ولا تشترك في قضايا العالم ولا ان تكون موجوده في الخارج بشكل قوي، فده معناه ان احنا نتراجع للخلف وان هناك اراضي تحصل عليها الحضارات الاخرى. وبالتالي لابد من الخروج. هو كان ده كان من وايد، لو قريت في بعض المقالات لي وبعض اللقاءات اللي كان بيتكلم، ان كان انا فاكر نص لي هو يعني بيقول لك ايه، بقائنا داخل حدودنا هو اكبر ضعف لينا. فبالتالي هو لا، كان من انصار انك انت لابد يكون متواجدين. وذلك هات الفترة اللي كان فيها موجود أيام جيمي كارتر وأيام حتى موجود ما بعد ذلك بعد الكتاب ما ظهر، هتلاقي كان أكثر اتساع. شوفي الأسطول الخامس الأمريكي تأسس إمتى في المحيط الهندي، الأسطول السادس الأمريكي تأسس إمتى في البحر المتوسط، شوف القواعد اللي كانت موجودة في قطر ظهرت إمتى، هتلاقي ده متصل كتير ما بعد الكتاب وبعد إيه النبوءات بتاعته اللي اتكلم عنها والتأثير اللي حصل. لأن الكتاب ده هو بيدرس في هارفارد، هارفارد ديت مراكز صنع السياسه الخارجيه صنع الامريكيه، القرار الامريكي بالسياسي، وكتير من اللي تتلمذوا على يده هم اللي بيدوروا حتى السياسه الخارجيه الامريكيه حاليا. فبالتالي مؤمنين بهذه الافكار، مؤمنين بفكره ان بقاء امريكا داخل حدودها غلط، ان هناك عدو موجود في المنطقه وان عدونا يجب عليها. بتتحرك حاليا دلوقتي الاكثر الاقل ان احنا بنجد ان ايه، بلاش عدو مش اسلامي قوي، لا ده في الصين موجوده، ده روسيا بتستعيد قوتها مره تانية، يجب نقلق من هذا الموضوع. فبالتالي بدات تتوزع الاهتمامات الى حد ما، وبالتالي ده اللي ممكن يكسر نظريه صراع الحضارات اللي جاء بها صمت.